السلام عليكم مشاهدينا الكرام، نشرة الثامنة من التلفزة التونسية، هذه عناوينها: الاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف، مدينة القيروان تستقبل زوارها ومواكب دينية واحتفالية بالمناسبة. في ندوة صحفية مع نظيره الروسي في موسكو، وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج يؤكد أن تونس على تواصل وتعاون مع جميع شركائها ولم تقطع جسور التواصل مع صندوق النقد الدولي. بعد غياب لأكثر من 8 سنوات، كوستا فافولوزا إحدى أكبر السفن السياحية بالمتوسط تعود إلى تونس وتحط بميناء حلق الوادي وعلى متنها أكثر من 2000 سائح. أهلا بكم. احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف، تتكثف الاستعدادات والتحضيرات في مختلف جهات البلاد للاحتفال بهذه المناسبة الدينية، مناسبة تكتسي طابعا خاصا في القيروان، فمدينة الأغالبة التي بدأت في استقبال زوارها ستشهد وككل سنة برنامجا احتفاليا متنوعا. إطلالة على القيروان من خلال النقل التالي. أجواء روحانية واحتفالية تعيش على وقعها عاصمة الأغالبة تزامنا مع ذكرى المولد النبوي الشريف، حيث أقيمت الاحتفالات والعروض الصوفية في مختلف الساحات، كما عرفت شوارع المدينة حركية تجارية وسياحية. الخرجة الصفاقسية هذه ما شاء الله ولات معهودة عندنا هوني في القيروان، وهذه الخرجة كانت حاجة ترجع امتداد لجدودنا، كانوا يخرجوا قبل ويزوروا الأماكن المباركة وأولياء الصالحين، وهذا كله تيمنا وتبركا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم واحتفالا بمولده. كل عام نجي لنا، كل عام سمحة سمية، أكدت أني باش نجيب راجلي معي خاطر ما عمره ما يجي. سمحة برشا بصراحة في كل شيء، في كل شيء سمحة، كل شيء الأجواء سمحة والنظام والنظافة، كل شيء كل شيء سمحة. لهنا حاجة باهية يعملوا، خاصة المقروض قروان الزربية، فهمني، النحاس، الأجواء نتاع الجو من لهنا جو باهي. جيت توا مبدئيا مشيت للجامعة أبو نافع، جامعة كبير، سيدي الصحبي، بلاد العربي، بير برطوط، بير بروطة، نعملوا فيه حب الطلاع زيارة. وانتظم بهذه المناسبة موكب ديني رسمي بجامع عقبة بن نافع، أشرف عليه وزير الشؤون الدينية، مثل فرصة لاستحضار خصال النبي وأخذ العبر من سيرته. والغاية منها أن نأخذ بعض الدروس والعبر من تفاني النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ هذه الرسالة التي كانت هداية للبشرية جمعاء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. سنحاول أن نأخذ بعض العبر التي تعيننا على تحمل الأمانة وأدائها كما تحملها النبي صلى الله عليه وسلم. فحري بنا وجدير بوزارة الشؤون الدينية أن يكون الاحتفال وهذا الموكب من جامع عقبة بن نافع كما هي عادة القيروان، هذا ليس جديدا وليس غريبا على ولاية القيروان التي عرفت بإحياء متميز للمولد النبوي الشريف، هذه الذكرى العطرة التي تطل على الأمة الإسلامية جمعاء، وكذلك هناك حركية من حيث الفكر الديني والأنشطة الدينية التي انطلقت فيها وزارة الشؤون الدينية منذ يومين بالندوة المولدية بعد 51 سنة من النشاط. لا نريد أن يكون الاحتفال فقط احتفالا سطحيا أو احتفالا فولكلوريا، نريد إضفاء أكثر قوة وأكثر نجاعة وأكثر عمق على هذه الاحتفالات، والحمد لله يعني القيروان تربو وربما تصبو إلى زيارة ما يفوق 1,000,000 زائر. وتشهد مدينة القيروان منذ الصباح توافد أعداد من الزوار من مختلف الولايات الذين توجهوا لزيارة معالم المدينة ومختلف المعارض والفضاءات الحرفية. بمناسبة زيارة عمل إلى موسكو، قال وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار اليوم في ندوة صحفية مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، قال إن تونس على تواصل وتعاون مع جميع شركائها، وليس من تقاليد تونس الدبلوماسية رفض شريك لحساب شريك آخر. وبيّن نبيل عمار أن المحادثات مع نظيره الروسي تطرقت إلى مواضيع تهم التعاون والمشاورات السياسية بين البلدين.
في ندوة صحفية مع نظيره الروسي سيرجي لافروف على هامش زيارة العمل التي يؤديها إلى موسكو اليوم وغدا، أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار أن تونس على تواصل وتعاون مع جميع شركائها ولم تقطع جسور التواصل مع صندوق النقد الدولي. إن الحفاظ على علاقات متميزة مع جميع البلدان يندرج في إطار من الاحترام المتبادل. إننا نقدر حقا الاحترام الذي تظهره روسيا دائما لنا ولتاريخنا، ونقدر هذا النهج تقديرا كثيرا ونحترمه أيضا. الأمر نفسه ينطبق على الدول الأخرى التي تجمعنا بها شراكات. وفي رد على سؤال حول أزمة الهجرة غير النظامية في منطقة المتوسط، قال وزير الشؤون الخارجية أن معالجة هذه الظاهرة تتجاوز قدرات أي دولة بمفردها، وبين أن تونس تتبنى في هذا الموضوع مقاربة شاملة تتطلب تضافر جهود كل الأطراف المعنية بتدفق المهاجرين بهدف محاربة الأسباب العميقة التي أدت إلى الوضع الحالي. إنها مسألة تعالج في إطار من الشراكة، ونحن يدنا ممدودة من أجل أن تكون كل البلدان والأطراف ذات العلاقة مجتمعة للبحث في الأسباب الحقيقية والعميقة للهجرة والتي أوصلتنا إلى هذه الوضعية، وهي وضعية تتجاوز قدرات دولة لوحدها، ومعا يمكن إيجاد الحلول الناجعة لهذه الظاهرة. وفي سياق آخر، لاحظ نبيل عمار أن المحادثات مع نظيره الروسي تطرقت إلى مواضيع تهم التعاون والمشاورات السياسية بين البلدين، مؤكدا تطابق وجهات النظر فيما يهم القضايا الدولية والإقليمية الآنية ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها القضية الفلسطينية والملف الليبي وموضوع عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية. من جهته، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن روسيا تساند جهود الإصلاح في تونس لدفع الاقتصاد ولحماية الدولة، مضيفا أن البلدين تحدهما الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات مثل التكنولوجيا والطاقة النووية المدنية، فضلا عن استكشاف فرص جديدة للشراكة. ولاحظ أن روسيا رفعت من حجم شراءاتها للسلع التونسية وخاصة منها المواد الفلاحية والنسيج، ودعمت السياحة مع تونس ليصل عدد السياح الروس بتونس إلى أكثر من 600 ألف سائح قبل جائحة كوفيد-19. وقعت تونس ممثلة في وزارة الطاقة والشركة الإماراتية أميا باور والأطراف الممولة البنك الإفريقي للتنمية والمؤسسات المالية الدولية بقصر الحكومة بالقصبة على اتفاقية إنجاز محطة إنتاج الكهرباء باعتماد الطاقة الشمسية بالمتبسطة من ولاية القيروان بقدرة 100 ميجاوات في إطار نظام اللزمات. ويندرج تنفيذ هذا المشروع في إطار طلب العروض لمشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة من خلال دفعة أولى من المشاريع تستهدف إنتاجاً بقدرة 500 ميجاوات من الطاقة الشمسية في إطار نظام اللزمات بخمس ولايات، وهي تطاوين وتوزر وسيدي بوزيد والقيروان وقفصة. وتقدر كلفة الاستثمارات الجملية للمشروع بحوالي 80 مليون دولار، أي ما يعادل 250 مليون دينار. كما ستنطلق الأشغال خلال شهر على أن تدخل المحطة حيز الإنتاج خلال الثلاثي الأخير من سنة 2024 و2000. وقد قال رئيس الحكومة أحمد الحشاني خلال إشرافه على موكب توقيع الاتفاقية، قال إن هذا المشروع يهدف إلى تنويع مصادر الطاقة بالاعتماد على الطاقات النظيفة والتحكم في تكنولوجيات الطاقة الشمسية، قصد مرافقة البلاد في انتقالها الطاقي في السنوات القادمة، إلى جانب دفع الاستثمار في هذا المجال ورفع العراقيل وتذليل الصعوبات أمام المستثمرين. في موضوع آخر، بعد غياب لأكثر من 8 سنوات، حطت بميناء حلق الوادي السفينة السياحية كوستا فافولوزا التي تعد إحدى أكبر السفن السياحية بالمتوسط، السفينة القادمة من مدينة باليرمو الإيطالية. كان على متنها أكثر من 2000 سائح، تحول عدد منهم إلى عديد المواقع السياحية منها سيدي بوسعيد والمدينة العتيقة ومتحف باردو وغيرها. بكل
كل اللغات بابتسامة وتحية ردت بأحسن منها هو الاستقبال في ميناء حلق الوادي. هنا فرق موسيقية شعبية ووترية ولوحات فنية راقصة وعروض متنوعة في استقبال أولى رحلات المجهز كوستا عبر السفينة كوستا فابولوزا القادمة من باليرمو الإيطالية، وعلى متنها أكثر من 2000 شخص بين سياح وطواقم. هي اليوم كطائر بري يعود ليحلق ويحط رحاله في تونس بعد غياب ناهز 8 سنوات. ولأن اللقاء بعد الغياب يكون استثنائيا، فإن لقاء ما يقارب 1500 سائح ممن خيروا الخروج للتجول والتبضع في تونس كان على هذه الشاكلة: رقص على الإيقاعات التونسية، عزف، فرح، ارتداء الشاشية التونسية، وحتى نطق بعض الكلمات المحلية. الأجواء ممتازة والموسيقى جميلة. لم أزر تونس من قبل، لكن لدي فكرة عنها بأنها رائعة للغاية. سعيدة جدا بحفاوة الاستقبال. أزور تونس منذ 15 عاما وأنا أحبها كثيرا. تونس بلد جميل جدا، سمعت عنه الكثير ولدي أصدقاء تونسيون، وهذه أول مرة أنا هنا. سأزور المدينة العتيقة وسأزور حلق الوادي ونحن سعداء جدا. هي أول مرة أزور فيها تونس، كنت مترددا في القدوم هنا ومبدئيا أعجبتني الأجواء. فرحنا برشا اللي رجعت، إن شاء الله نحافظوا على السمعة اللي عنا، لأنه السمعة هي اللي تجيب العباد. استقبال يتحول على إثره السياح إلى عديد المواقع السياحية، منها سيدي بوسعيد أو المدينة العتيقة أو متحف باردو وغيرها، وذلك حسب الاختيار ووسيلة التنقل، إما ذاتية أو عبر حافلات أو سيارات أجرة، أو يكتفون بالتجول في القرية الحرفية بميناء حلق الوادي وشراء بعض الهدايا والتحف التذكارية، وهو ما يخلق حركية سياحية كبرى يسعى القائمون على قطاع السياحة البحرية إلى تدعيمها. احنا نخدموا باش نرجعوه البابور، اون فانت كونت سي ان ديفي بور نو اللي رجعنا الكوبانية هذيا، اللي عام جاي الفا بروغرامي ان اسكال ريغوليرمون شاك سومان، حتى توا راهو عاملين 6 ملايين سواح، خلاف هذايا على الأقل عاملين حتى توا 160 ألف حريف دو كروازير جوسكا بريزون، دونك الأرقام كلها ممتازة السنة. الحدث اليوم حدث كبير، علاش؟ خاطر كوستا زاد كيف دونك من لاغماتور امريكان كارنيفال، كانت بصعوبه برشا باش حابه ترجع لتونس، ونستناو باش نكملوا السيزون ان شاء الله برقم يقرب ال 200 الف سائح. دونك قاعدين ماشيين فك الطريق اللي ان شاء الله نحن لوبجيكتيف نتاعنا نوصلوا للارقام تاع 2010 اللي عملنا فيها 1 مليون سائح. عودة سفينة الرحلات البحرية كوستا فابولوزا إلى تونس بعد غياب، وهي التي تعد واحدة من أكبر السفن السياحية بحوض المتوسط بطول 290 مترا وعلو 17 طابقا وأكثر من 1500 غرفة. من المنتظر أن تتلوها 9 رحلات أخرى في السنة القادمة، مع إمكانية إضافة رحلتين في نوفمبر القادم، وهو ما سيدعم السياحة التونسية. إذن بدأ قطاع البواخر السياحية الترفيهية في استعادة نسق نشاطه العادي بعد سنوات من الركود. وقد أكدت إدارة ميناء حلق الوادي على جاهزية الميناء لاستقبال 4 رحلات في اليوم، إضافة إلى قدرته على استيعاب أكبر البواخر. يعتبر قطاع البواخر البحرية السياحية ركيزة أساسية في السياحة التونسية، وقد بدأ يسترجع عافيته تدريجيا منذ السنة الفارطة، إذ استقبل ميناء حلق الواد هذا العام أكثر من 40 رحلة سياحية ووفدين من مختلف الجنسيات، ساهموا في تنشيط الحركة الاقتصادية بالقرية السياحية بالميناء وفي الوجهات السياحية، حيث أكد التجار أهمية هذه الفئة من السياح. مناول عملنا 55 ألف راكب السنة، إلى حد اليوم عملنا حوالي 150، دونك ديجا عنا 3 مرات قد عم ناول، ومازالوا عنا 14 رحلة أخرى، دونك نترقبوا باش نوفاو السنة هذية ب 200 ألف راكب، وإن شاء الله عام الجاي 250 ألف راكب.
ونحن دونك شنو لوبجيكتيف نتاعنا كونا باش نخلطوا للارقام اللي كانت عندنا سنه 2010، هي ارقام قياسيه بيسك عملنا فيها مليون راكب، وهذه دونك من ناحيه اقتصاديه مهمه برشا لتونس، خاطر مليون راكب اذا كان نحسبوا كونه كل راكب وقتها صرف حوالي 70 يورو، يعني 70 مليون يورو دخلونا في سنه 2010. بالنسبه في القريه او خارج القريه معناتها الناس كلها تسمى انتعاشه، فهمت؟ أكيد باش يشري، هو بالطبيعة يشري. نتحركوا ونبيعوا والحمد لله يا ربي، وإن شاء الله ديما خير وإن شاء الله ديما ما أحسن. البحرية تخدم في تونس وفهمتني، يخرجوا يعملوا اكسكيسيون وبعد يرجعوا يشريوا، ثم اللي ما ياخذش يقعد هنا في البابور، يقعد في القرية يعمل دورة ويشري حسب كل واحد وإمكانياته والحمد لله. استئناف نشاط البواخر السياحية البحرية بعد سنوات من الركود يتزامن مع تأكيد إدارة ميناء حلق الواد جاهزية الميناء الدائمة لاستقبال الرحلات بمعدل يصل إلى 4 رحلات في اليوم، إضافة إلى قدرته على استيعاب أكبر البواخر. بالنسبة لميناء حلق الواد هو في الحقيقة مختص في المجال السفن السياحية وكذلك في نشاط المسافرين. الميناء هذا يحتوي على محطة سياحية خاصة بالنشاط هذا، تم إحداثها منذ سنة 2006-2007، وعدد هام من السياح والسفن حتى إلى حدود سنة 2010. بعد الثورة طبعا كان شهدنا انقطاع طفيف، ثم بدأت الوضعية تسترجع شيئا فشيئا. اليوم قادرين على استقبال 4 سفن من الحجم الكبير، طبعا هذا على مستوى المحطة السياحية ولا كذلك على المستوى الميناء التجاري القديم، بمعنى أنه اليوم إذا كان انسجدوا على الأقل 4 رحلات يومين يعني طاقة الاستيعاب تكون هامة هامة جدا، نجم نوصل حتى 3 ملايين سائح في السنة. يعد القطاع السياحي أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، وللبواخر السياحية مساهمة هامة في إثراء رصيد تونس من العملة الصعبة، وهو ما تؤكده الجهود الرامية لاستقطاب أبرز الرحلات البحرية السياحية وترويج صورة متميزة عن تونس بلد السياحة والرفاه. إلى مشغل استهلاكي في مسعى للتصدي لعمليات الاحتكار والمضاربة والتخزين العشوائي لعدد من المواد الاستهلاكية، شهدت منطقة المروج حملة مراقبة اقتصادية نفذتها مصالح وزارة التجارة وتنمية الصادرات بالشراكة مع وزارة الداخلية. كاميرا الأخبار رافقت فريق المراقبة وعادت بهذا الروبورتاج. الفارينة، السميد، السكر، الزيت هذا كمان نسيناه، الحليب، سيغتو الحليب والسكر هذوما زوز ما ثمش. يبيعوا مرش نوار كله يبيعوا فيه 1350، الحليب يبيعوا فيه ب 14%، السكر زاد كيف يزيدوا في الاسواق. بين مواطن يشتكي بشكل شبه يومي من النقص الحاصل في عدد من المواد الاستهلاكيه الاساسيه، وتاجر يمارس جميع انواع الاحتكار والمضاربه والتخزين العشوائي لهذه المواد، تتلخص الصوره تقريبا مع كل حمله مراقبه اقتصاديه تنفذها مصالح وزاره التجاره وتنميه الصادرات بالشراكة مع وزارة الداخلية تصديا لهذه الظاهرة. وحصيلة هذه الحملة التي مسحت عددا من المحلات التجارية لبيع المواد الغذائية والفلاحية والمخابز بمنطقة المروج مخالفات بالعشرات. موجود عديد الإخلالات كما كنتوا تشوفوا معنا، سواء في المحلات نتاع الخضار والغلال والمواد الغذائية، وتوا قمنا بزيارة المخبزة مصنفة سنف جيم في المنطقة المروج، لقينا هناك استعمالات الفرينة المدعمة في غير الأغراض المخصصة لها. كذلك قمنا بالتثبت في الميزان الباجيت، ولاحظنا هناك نقص في الميزان الباجيت اللي معمول به. بالنسبة للمحل التجاري المعد للبيع الخضار وغلال كما شفتوا كي جينا توا برسك نص نهار مازال ما حطش الأسوام نتاعو، عدم شهر الأسعار وما عندوش الكيتونسات اللي هي تبين لنا اسكو الاسعار اللي حطها هي قانونيه والا مش قانونيه بالتثبت في الهوامش الربح القانوني. حملات المراقبة الاقتصادية المشتركة والتي تكثفت في الفترة الأخيرة لتعديل السوق وضبط الأسعار استحسنها مواطن الجهة، وخاصة منهم من التمس نتائجها على عين المكان. تحليل، فارينة، كل شيء البرد، حطنا عليه، كل شيء متوفر. والله احنا نفرحوا برشا كي نشوفوا الحملات هذه، ثم برشا تجار انا نسميهم تجار عبارة تجار حرب يستغلوا الظروف هذه باش يتفرسوا في المواطن
خاصة في المواد الأساسية كما السميد والفارينة والزيت وبرشا حاجات. يعني احنا نستبشروا بها خير، معناها انه على الأقل وقت اللي ثم مراقبة تحس ثم ردع على الأقل حتى ولو حيني. وتؤكد مصالح وزارة التجارة وتنمية الصادرات أن مجهوداتها الرقابية متواصلة للتصدي لكافة أشكال الاحتكار والمضاربة والتلاعب بالمواد الاستهلاكية الأساسية والمواد المدعمة حتى يتمكن المواطن من الحصول على حاجيته في أحسن الظروف. مثل المحجوزات هذه خلال الفترة هذه من 25 سبتمبر في قامت من مصالح المراقبة بمراقبة 22,851 محل تجاري ورفع 3,552 مخالفة اقتصادية. العملية المراقبة هذه والمخالفات الهامة اللي تم رفعها خلال 25 يوم من شهر سبتمبر معناها ترافقت معها عملية حجز كمية كبيرة تمثلت في 230 طن من مشتقات الحبوب المدعمة، 340 طن من الخضار والغلال، 11 طن من السكر المدعم، 1,261 لتر زيت نباتي مدعم، 12,000 لتر من مادة الحليب، 65,000 لتر من المياه المعدنية والمشروبات والعصائر وغيرها، 231 طن من المواد العلفية، و 589,000 كراس مدرسي، و 106,000 قطعة مواد مدرسية، و 18,100 علبة. إحصائيات تؤكد ضرورة تكثيف العملية على مستوى مسالك التوزيع وذلك لمحاصرة الظواهر الاحتكارية والتلاعب بقوت التونسيين والإضرار بمقدرتهم الشرائية. وفيما يتعلق بتذبذب عمليات توزيع بعض المواد الغذائية وعدم توفرها في الأسواق على غرار مادة السكر المعد للاستهلاك، أكدت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب أن الوزارة تعمل على أن تكون هذه المادة متوفرة بالأسواق بالكميات الكافية، لكن الفارق في تسعيرة كيلوغرام من السكر بين المنتوج الموجه للاستهلاك والمنتوج الموجه للصناعيين يبقى العامل الأساسي الذي يؤدي إلى نقص المادة في السوق. جاء هذا التصريح على هامش تظاهرة وطنية أقيمت بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمترولوجيا. قاعدين يعني قويوا في طاقة التعليم باش يتباع، يبدا ايدنتيفي ظاهر بوكيلو باش يمشي للمواطن، خاطر الصناعيين بطبيعه ياخذوا فراك شكاير ب 50. نهار تنوليو 100% الكونتيتي اللي هي ماشيه للاستهلاك العائلي بكلهم كيلوات قدره ربي تلقاو فائض في المساحات الكبرى، بخلاف الحقيقه وين ثم ايكار دي بري، ثم ممارسات غير شرعيه، ممارسات متاع معناها تجار لا غالب بيع مشروط واحتكار. احنا برشا عاقبناهم، ثم كانت تدخلوا على الصفحة متاع وزارة التجارة تلقاو ثم محلات سكرناه على خاطر لقيناهم يبيعوا البيع المشروط. نظمت اليوم الوكالة الوطنية للمترولوجيا تظاهرة وطنية أعلنت خلالها على مواكبة تونس للمقاييس الدولية للنظام الغذائي. وزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب بيّنت بالمناسبة أن تونس تعمل على إعداد استراتيجية وطنية كاملة للمترولوجيا وهي علم قيس الأوزان، وذلك من أجل دعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني. القيس دعم لنظام الغذاء العالمي هو شعار اليوم العالمي للمترولوجيا في دورته الجارية من سنة 23 و 2000 الذي تم اختياره بناء على التغيرات العالمية وانعكاساتها على نظام الأمن الغذائي في العديد من الدول، والاعتبار أن تونس من بين الدول الموقعة على اتفاقية المتر التي بمقتضاها تم توحيد نظام القيس العالمي. نظمت الوكالة الوطنية للمترولوجيا هذه التظاهرة الوطنية. القيس دعامة لنظام غذائي العالمي به. مش معناه في الظروف هذه كما تشوفوا ثم شح المياه، ثم يعني أسعار المنتجات الغذائية ارتفعت برشا، وبالتالي وإحنا كما تشوفوا عديد من المواد تونس استورد فيها. المترولوجيا هي ضمانة لجودة المواد اللي يستهلكها المواطن، دونك إحنا ما يكفيش أن نوفروا الغذاء والمنتجات هذه، يلزم نوفروا معناها منتجات تكون يعني سليمة
مطابقه للمواصفات الدوليه. دور المتروجه لهنا، انت اليوم وقت اللي باش منتوج باش يتم وضعه على السوق، وضعه للاستهلاك، باش يتم التحاليل نتاعه، باش تضمن انت مصداقيه التحاليل، يلزم الالات اللي تم اعتمادها في التحليل هذاك تكون الات معناها مثبته. وفي هذا السياق أكد المدير العام للوكالة الوطنية للميتلولوجيا فتحي فضلي أن العمل جاري لإعداد وثيقة توجيهية تتضمن بيانات مرجعية يتم اعتمادها في التحاليل اللازمة لضمان جميع معايير السلامة الصحية في المنتوجات الغذائية التي يقع استهلاكها محليا، وأيضا المنتوجات المعدة للتصدير حتى لا تقع في إشكالات الرفض وإرجاعها إلى تونس. مثلا في الإكسبورتاسيون عند بعض مواد غذائية اللي هي تقع لها الرجي يرجعوها من برا باعتبار كونه ما يستعرفوش بنتائج التحاليل اللي احنا عملناهم، فهمتني؟ وبالتالي اليوم كي يبدا ثم تراسابيليتي في الماتريو دي ريفيرونس هذوما، ثم تراسابيليتي وريكوني معناها ماتريو دي ريفيرونس سيرتيفي وريكوني على الشان انترناسيونال، ما عادش ينجم يناقش لك في نتائج التحاليل اللي تتعمل في تونس، وبالتالي باش يسهل برشا عمليه التصدير. ولضمان نجاعة التحاليل التي يتم اعتمادها في المنتوجات الغذائية تم عرض استراتيجية وطنية في مجال ميتلولوجيا الكيمياء تضبط مطابقة المواد المرجعية للمعايير الدولية. والاستراتيجية هذه باش تساهم في توفير مواد مرجعية للمخابر الدولية التونسية، وهذا يساهم في تحقيق النجاعة في القياسات حسب المواصفات العالمية. في الاستراتيجية نتاع الميترولوجيا في علاقة بالجودة، دونك عندنا حتى مصالح في مستوى وزارة التجارة اللي هي يعني تسهر على جودة المنتجات هذه، وثم رقابة قبل ما يدخل أي منتوج، ثم معناها هياكل اللي هي تشرف على إجراء الرقابة الفنية، وإحنا بكلنا معناها الهدف واحد هو إنه المنتوج اللي يوصل للتونسي يكون سليم ومطابق للمواصفة الصحية. وقد مثلت هذه التظاهرة فرصة للاطلاع على التطورات العلمية والفنية في علاقة بالميتولوجيا والقيس في النظام الغذائي العالمي. في شأن انتخابي، انطلقت اليوم عمليات تحيين تسجيل الناخبين بمراكز الاقتراع المتعلقة بالانتخابات المحلية القادمة، وستشمل هذه العملية وفق هيئة الانتخابات جميع المسجلين إراديا وآليا. تنطلق اليوم عملية تحيين السجل الانتخابي الخاص بانتخابات المجالس المحلية أولى مراحل تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم. وتؤكد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن عملية التحيين هذه ستشمل كل المسجلين إراديا وآليا والمقدر عددهم ب9,065,000 ناخب، وذلك حتى 8 ديسمبر القادم. وسيفسح المجال للتدقيق في معطياتهم عن طريق الخدمة المعروفة نجمة 195 نجمة رقم بطاقة التعريف ديال. والنقاط اللي أحلتها الهيئة في جميع تراب الجمهورية، والمرة هذه الهيئة معناتها حضرت روحها ومعناتها وأعدت وأحدثت عدة معناتها نقاط تلاقي في براتيكمو حتى مشينا حتى للمعتمديات والعمادات وحلينا معناتها مراكز غاديك، مش يلقى في مراكز البريد، في مراكز في البلديات، في مراكز نتاع الهيئه بيدها، يعني الفضاءات العامه مش يلقى ديما، وفما عندنا زاد اعوان متنقلين. ويضيف عضو الهيئة الانتخابية بالقاسم العياشي أنه إذا كان الناخب الراغب في التحيين على دراية بالتكنولوجيا يمكن له النفاذ إلى موقع توانسا.ايزي.تيان وإرسال الوثائق المطلوبة، بعدها يتاح باش بتبيع ننشروا قائمات الناخبين في الأماكن متاعهم ويطلعوا ويثبتوا ويتم وقتها إقرار السجل الانتخاب ويصير فيه بشكل نهائي قائمات نهائية للناخبين ويصير فيه تدقيق قانوني. وهذا عمل سيترافق مع حملة توعوية تبقى لاستراتيجية اتصالية موصوفة بالواضحة. وبالطبيعة مش يكون فما الجانب الكلاسيكي التقليدي كما احنا عندنا خطة عن اتفاقيات مع وسائل الإعلام العمومية خاصة، وعندنا زادة أفكار جديدة في كيفية التواصل والتحسيس والتوعية للناخبين، خطة كاملة إن شاء الله تو المجلس مش يصدق عليها مجلس الهيئة.
وفي هذا الاتجاه تواصل الهيئة الانتخابية جهود دعم التعاون والشراكة مع هيكل المجتمع المدني والمنظمات الوطنية ومنها الكشافة التونسية. سبل تعزيز التعاون الثنائي وتبادل التجارب بين تونس والأردن في المجالات المتصلة ببرامج التمكين الاجتماعي والاقتصادي الموجه للأسرة والمرأة. مثلت محور لقاء وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أمال بالحاج موسى مع وزيرة التنمية الاجتماعية ورئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة بالأردن وفاء بالمصطفى. لقاء جاء على هامش مشاركة وزيرة المرأة في أشغال المؤتمر الإقليمي حول المشاركة الاقتصادية للمرأة في الوطن العربي المنعقد في العاصمة الأردنية عمان. خلال مشاركتها في أشغال المؤتمر الإقليمي حول المشاركة الاقتصادية للمرأة في الوطن العربي والمنعقد بالعاصمة الأردنية عمان، أكدت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن أمال بالحاج موسى حرص تونس على المعالجة الاجتماعية لمختلف الظواهر التي قد تعيشها النساء من خلال المعالجة الاقتصادية، وذلك عبر إطلاق وتنفيذ عدد من البرامج على غرار برنامج التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعية الخاصة وبرنامج نساء رائدات. مجال هو مجال المشاركة الاقتصادية، تم تقديم تجربة برنامج رائدات لريادة الأعمال النسائية. فكرة هذا البرنامج، الامتيازات التي يقدمها هذا البرنامج للنساء والفتيات في تونس، ما تحقق أي المنجز من خلال برنامج رائدات، قرابة يعني الآن 3200 امرأة في تونس انتفعت ببرنامج رائدات، وأيضا توقفنا عند إقبال التونسيات بشكل عام على المبادرة الخاصة على بعث المشاريع. كما بيّنت وزيرة المرأة في كلمتها أهمية دعم النساء العاملات في القطاع الفلاحي وتأمين بيئة عمل آمنة لهن وتشجيعهن على الانخراط في برامج التمكين الاقتصادي. حدثنا عن برنامج التمكين الاقتصادي، وهو برنامج جديد للتمكين الاقتصادي للعاملات في القطاع الفلاحي، خاصة وأنه الكثير من الدول تحدثت عن المشاركة عن هذا الجانب وما يقومن به من المجهودات في سبيل التمكين الاقتصادي للنساء في مجال الزراعة. هذا ويناقش المؤتمر الذي تنظمه اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بالتعاون مع منظمة المرأة العربية واقع المشاركة الاقتصادية للمرأة في الدول العربية والمرأة وريادة الأعمال ودعم سياسات المساواة بين الجنسين. الأخبار الدولية نستهلها من الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها الإجرامية وحملات المداهمة والاقتحامات دون وجه حق، وقد قامت باعتقال 7 فلسطينيين في الضفة الغربية، كما قام المحتل الغاصب بتركيز حواجز عسكرية عند مداخل الخليل الشمالية وبلدات أخرى. وفي سياق آخر، تم اليوم تسليم أوراق اعتماد سفير المملكة العربية السعودية نايف بن بندر السديري كسفير فوق العادة ومفوض غير مقيم لدى دولة فلسطين وقنصل عام في مدينة القدس. وقد أكد السفير السعودي خلال لقاء إعلامي أن المملكة العربية السعودية تعمل من أجل إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية. تشير آخر أرقام الأمم المتحدة إلى نزوح أكثر من 5 ملايين نسمة من سكان السودان منذ اندلاع القتال. انتقل نحو 1 مليون منهم إلى البلدان المجاورة، فيما بقي أكثر من 4 ملايين نازح داخل السودان يواجهون مصيرا مجهولا في ظل ما خلفه الصراع من ركود اقتصادي كبير ووضع إنساني دقيق. رغم الدعوات المتكررة للتهدئة ودعم الجهود الدولية في المجال الإنساني في السودان، يبدو أن دوامة العنف تتوسع لتضع الوضع الإنساني لملايين الأشخاص في دائرة الخطر، حيث حذرت الأمم المتحدة من أن استمرار القتال في هذا البلد سيؤدي إلى مزيد من الكوارث والمعاناة في صفوف السودانيين والعاملين في مجال الإغاثة. تحذير ليس الأول من نوعه من المسؤولين الأمميين منذ اندلاع الحرب قبل نحو 6 أشهر.
أكتوبر، ما جعل هذا البلد يعاني نقصا حادا في الخدمات الأساسية على غرار مياه الشرب والإحاطة الصحية، وذلك في وقت تتزايد فيه أعداد النازحين، حيث اعتبرت نائبة المبعوث الأممي للسودان أن العدد أصبح الآن الأكبر على مستوى العالم، وأن المهام الإنسانية في هذه الأراضي تعد الأخطر بالنسبة للعاملين في المجال الإنساني، وذلك بعد أن بلغ عدد النازحين الفارين من ميادين المعارك والمواجهات إلى داخل السودان وجواره 5,300,000 شخص. يأتي ذلك في وقت بلغ فيه عدد الضحايا من بين العاملين في المجال الإنساني 19 منذ بدء القتال بعد استهداف عديد المقرات التابعة للمنظمات الإنسانية في البلاد. نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للسودان طالبت طرفي النزاع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، طالبتهم بالوقف الفوري والدائم للأعمال العدائية وسمح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى آلاف المتضررين في أرجاء البلاد، كما طالبت السلطات برفع القيود المفروضة على حركة العاملين في مجال الإغاثة وسمح للخبراء والموظفين بدخول البلاد والمجتمع الدولي بتوفير التمويلات لمساعدة ملايين المتضررين من هذه الحرب. ضمن مستجدات الصراع الروسي الأوكراني خلال الساعات الماضية وبعد ليلة من التصعيد في الأجواء عبر المسيرات، أفادت مصادر في الجيش الأوكراني أن روسيا استهدفت خلال الساعات الماضية مناطق في البلاد ب38 طائرة مسيرة من طراز شاهد، مؤكدة إسقاطها ل26 طائرة منها هجوم استهدف حسب رواية كييف البنية التحتية للموانئ في منطقة أوديسا. قال حاكم منطقة أوديسا الأوكرانية اليوم إن هجوما جويا شنته روسيا خلال الليل على ميناء إسماعيل الذي يعد منفذا أساسيا لتصدير الحبوب الأوكرانية أسفر عن إصابة شخصين وإلحاق أضرار بالبنية التحتية. الهجوم الذي استمر لأكثر من ساعتين ألحق أضرارا بأحد المباني وبمنشآت تخزين وما يزيد عن 30 شاحنة وسيارة. من جهتها أفادت المتحدثة باسم قوات الدفاع في جنوب أوكرانيا، أفادت أن البنية التحتية للمواني في منطقة أوديسا أصبحت مرة أخرى هدفا للهجمات الروسية. هذا وكثفت موسكو هجماتها الجوية على مواني أوكرانية على نهر الدنوب لا سيما ميناءي إسماعيل وريني بعد انسحابها من اتفاق للحبوب في جويليا الماضي كان يسمح بالتصدير الآمن للحبوب الأوكرانية. وذكر الجيش الأوكراني أنه أسقط 26 من بين 38 طائرة مسيرة في الهجوم الذي شنته روسيا. في أخبار الرياضة، تأهلت التونسية المصنفة 7 عالميا أنس جابر إلى الدور ثمن النهائي من بطولة نينينغبو الصينية للتنس بعد الفوز على الفرنسية ديان باريه 99 عالميا بمجموعتين متتاليتين دون مقابل وبواقع 7-6 و7-5 في اللقاء الذي جمعهما لحساب الدور 16. وستواجه أنس جابر في الدور القادم من هذه المسابقة المقامة على ملاعب ذات أرضية صلبة الألمانية تامارا كورباتش. أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم سحب ملف بلاده لاستضافة كأس الأمم الإفريقية لنسختين 2025-2027، وذلك على لسان رئيس الجامعة الجزائرية للعبة وليد الصادي الذي أكد مراسلة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في هذا الصدد. في المقابل، من المقرر أن يعلن غدا بارتيس موتسيبي رئيس الكونفدرالية الإفريقية عن اسم البلدين اللذين سيستضيفان نسختي كأس العالم الإفريقية لعامي 2025-2027. وقبل أن نختم النشرة، إطلالة مشاهدين على مدينة القيروان ومواكبة لآخر الاستعدادات للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، نتابعها من خلال هذه النافذة مع مراسلة الأخبار منيرة الرابعي. منيرة، إذن مرحبا بك. إذن كيف تبدو الصورة في مدينة القيروان التي كما قلنا في بداية النشرة بدأت في استقبال زوارها؟ نعم، مساء الخير لك ولسمعت السادة المشاهدين. كما ذكرت، القيروان تزدهي هذه الليلة وتلبس أحلى خللها
احتفاء بذكرى مولدي النبوي الشريف، حيث تشهد احتفالات متعددة في عدة ساحات بالمدينة، وقد شهدت توافد عديد الزوار من مختلف الولايات للمشاركة في هذه الليلة في الاحتفالات بهذه الليلة المباركة، كما شهدت حركية تجارية وسياحية مع هذا التوافد. وتجدر الإشارة إلى أنه تم عشية اليوم تنظيم موكب ديني للاحتفاء بهذه الذكرى، وتشير المعطيات الأولية التي تقيناها من عضو هيئة المهرجان الحبيب المجري إلى توافد ما بين 600 و 700 ألف زائر على مدينة القيروان هذه الليلة، وبعد قليل سيتم الاحتفال في ساحة أولاد فرحان بمدينة القيروان، حيث سيتم تنظيم عرض الزيارة. وشهدت الساحة عديد الزوار وعديد المتابعين لهذه الاحتفالات. نعم، مراسلة الأخبار منيرة الرابعي، شكرا جزيلا لك، وستكون لنا متابعة لهذه الاحتفالات في القيروان وغيرها من المدن التونسية في نشراتنا اللاحقة. بهذا نصل مشاهدينا إلى ختام النشرة، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. الاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف، القيروان تستقبل زوارها وفعاليات دينية واحتفالية بالمناسبة. في ندوة صحفية مع نظيره الروسي في موسكو، وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج يؤكد أن تونس على تواصل وتعاون مع جميع شركائها، ولم تقطع جسور التواصل مع صندوق النقد الدولي. بعد غياب لأكثر من 8 سنوات، كوستا فافولوزا إحدى أكبر السفن السياحية بالمتوسط تعود إلى تونس وتحط بميناح القلوادي، وعلى متنها أكثر من 2000 سائح. ويمكنكم مشاهدينا متابعة نشراتنا على مواقع التواصل الاجتماعي عبر نسخ الرمز الموجود على الشاشة. في أمان الله.